ملف الصحه. حلو. الصحه من ملف مصدر الصحه نفسه. ده ملف شيء تمام. ملف مليء بص بالمشاكل. ويعني اسمح لي الاول من هنا انا يعني جاي لي شكوى صغيره للبرنامج قبل ما افتح معاك الملف بعد اذن حضرتك. تمام. من اهالي دي طبعا تبع محافظه كفر الشيخ. من اهالي مركز ومدينه بيلا. اهالي مركز ومدينه بيلا. مستشفى بيلا المركزي بقالها 5 سنين تحت الانشاء وما زالت النهارده لم تنتهي. انا بناشد السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بسرعه الانتهاء من مستشفى بيلا المركزي. المستشفى ديت بتخدم يعني كم كبير جدا، بتخدم مش عاوز اقول كم مليون نسمه. المستشفى ديت كمان الشكوى بتنص ان مفيش اطباء في استقبال مستشفى بيلا المركزي اللي هي مضمومه حاليا مع مستشفى الحميات. احنا عندنا مشكله جدا في موضوع الاطباء. يعني قبل ما نفتح الموضوع ده استاذ احمد، انا بتوجه بشكري للاطباء للكادر الطبي كله سواء تمريض او دكاتره لما قاموا به يعني في ازمه كورونا. استاذ احمد الناس ديت بصراحه وقفوا معانا وقفه التزام، وقفه مسؤول، واحنا بنشكركم جدا الاول في بدايه كلامنا لكل الكوادر الطبيه، لان الناس ديت قامت بدورها على اكمل وجه. يعني كانت في دول عظمى وقوة عظمى يعني بتتساقط، واحنا ولله الحمد وده فضل من ربنا قبل اي شيء. يعني قدرنا ان احنا نحافظ يعني على المستوى اللي ما يسقطناش ما يوقعناش يعني. طبعا. فانا بشكرهم جميعا.